بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن عشرة، 18 درس. معاني الكلمات سوزلاني معنالر، يعني لغتلر. قفل قلف، أقفال قلفلر. صندوق صندق، صناديق صندقلر. مخرز بو بيجس، مخارز بو بيجزلر. مفتاح كالت، مفاتيح كالتلر. رفيع بلن، وضيع بس. واسع كين، ضيق طار. مطيع إطاعتلي، عاص بو عاصي بو يسمي ديان. مؤدب آداب لي، غير مؤدب ديان بآداب. جميل شرالي، قبيح حنك. أقفل قلفلد، يقفل قلفل يبتيك قلفل يد. أقفل بو قلفل بيروخ فيلا آخر سكم لين كسب بيروخ ولد كوب خالت لرد. إقفال بو قلفل مق مستر. نشرع أرلد، ينشر أرلا يبتيك أرلا يد. أنشر أرلا، نشر أرلا مق. خشب يغج، تحت أخشاب بو يغجلر. هو أنين، ك سنين، إي منين. كتابه بوسه اونين كتابه، كتابك سنين كتابي، كتابي بوسه بو منين كتابم بولاده. خب جمله نقيمس. كرسي رفيع بلن كرسي، كرسي وديع بس كرسي. ولد مطيع اطاعت لي بوله. ولد عاص عاصي بوله. تلميذ مؤدب آداب لي اقوچه. قلم جميل چرالی قلم. منشار کبیر کت اره. صندوق صغیر. حاسم امت صندوق صغیر کچکین صندق. مخرز کبیر کت بیگیس. ولد قبیح حنک باله. اخی يقفل الصندوق الكبير. أكام يوكي أكام كت صندق نقول فليت. أين المفتاح؟ هنا يا أخي. كالت خير ده بوير ده. أي أكام يوكي أكاجون. هات القفلة وأقفل الباب. قلفن بيرين ده وإشك نقول فلين. التلميذ المطيع يحبه معلمه. إطاعت لي أخوتنا معلم يشكر ده. نشرت الخشب بالمنشار الكبير. يغشني كت أربلن أرلدم. قطعت الخشب بالفأس الكبير. يغشني تحتن كت بولتبلن شابتم كستم. المعلم يحب التلميذ المطيع. معلم إطاعت لي أقوشني يشكرت. الولد العاصي لا يحبه معلمه. عاصي بولن معلم يشكر ميد. فتحت الصندوق الصغيرة. كشيك صندقنا أجتم. ودخل الردهة زلجكر. الواسعة كين زلجكر. دخلت الحجرة الضيقة تار خانيك كردم. أبوك يحبك أتين سيني يشكرد. أخي يحبني أكاميني يشكرد. أكتب المكتوب بهذا القلم الجميل. مكتوبنا يعني حتنا أشبو شرالي قلم بلن بي بلن يزمن. هذا ولد مؤدب أنا أحبه كثيرا. بو أضاب لي بولدر من أنكوب يشكر من.